بيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين. من الآب والابن والروح القدس. طيب يا جماعة، احنا النهاردة نكمل مع بعض أعمال الرسل. كنا بدينا الأسبوع اللي فات في رحلة بولس الرسول الثالثة، من اللي هي بتبتدي من إصحاح أواخر إصحاح 18، وخلصنا الأسبوع اللي فات بقية 18 وإصحاح 19. النهاردة إن شاء الله ناخد 20، ولو الوقت يسمح كده ربنا يدبر ممكن نخلص جزء صغير من 21 اللي هي تبقى نهاية الرحلة. نراجع بسرعة كده نشوف احنا يعني وقفنا الأسبوع اللي فات. الرحلة الثالثة زي ما احنا سمعنا المرة اللي فاتت يعني أو قرينا في الإصحاح 19، كانت بولس الرسول، أنا هوريكم كده الخريطة تشوفوها معايا. بولس الرسول في بداية من بداية رحلته، زي ما احنا عارفين دايما الرحلات بتبتدي، رحلات بولس الرسول بتبتدي من أنطاكيا وتنتهي في أنطاكيا. طبعا الأخيرة دي مش هتنتهي في أنطاكيا، يعني حتى هتبقى مختلفة شوية، لكن بدت من أنطاكيا. هو بدأ برضو طلع من أنطاكيا ودخل على الجزء الأورنج اللي احنا شايفينه في الخريطة ده، اللي هو آسيا الصغرى. الجزء الأصفر ده اللي هو اليونان، أو يعني أوروبا في ذلك في الوقت ده، الوقت الحالي اللي كان موجود يعني. فهو طلع من أنطاكيا، هتشوفه كده يعني، هو يمكن تشوفه الخط السير، طلع هو بالخط الأحمر ده من أنطاكيا وصل لغاية أفسس. طبعا قبل ما يوصل لأفسس عدى على الجزء اللي في النص اللي هو غلطي، عشان كده حتى في الإصحاح ال 19 يقول ان هو اجتاز في النواحي العالية. في بداية الإصحاح 19 اجتاز في النواحي العالية، افتقد الحتت اللي كان زارها قبل كده، لغايه لما وصل لافسس. والاصحاح 19 اغلبه كان او كله يعني تقريبا كان في كرازه بولس الرسول داخل افسس، او في مدينه افسس. قعد في مدينه افسس 3 سنين، ده كان كله اللي قريناه في اصحاح 19. اول لما دخل افسس، انا برضو براجع الاسبوع اللي فات كده بسرعه، اول لما دخل افسس كان قبلها على طول كان موجود واحد من التلاميذ اللي اسمه أبولوس، بس أبولوس كان اللي هو سكندري الجنس، كان يعني إنسان ممتلئ من الروح ويعني بشر أو كرز بالمسيح، بس كان معلوماته ناقصة شوية، إن هو كان واقف عند معمودية يوحنا، فكرز للناس اللي موجودين في أفسس. وبعد كده انتقل أبولوس من أفسس وراح لأخائية، أو اللي هي الجزء اللي احنا شايفينه ده اللي هو هنا في اليونان. في الوقت ده بعد ما طلع هو وصل قديس بولس الرسول لأفسس، ولما وصل لأفسس زي ما بنقرأ في صح 19 سألهم هل قبلتم من روح القدس، أو بماذا اعتمدتم؟ قالوا احنا اعتمدنا بس معمودية يوحنا، ما سمعناش ان في حاجة اسمها ايه انه يوجد روح قدس. ففي الوقت ده عمدهم، قال لهم يوحنا، معمودية يوحنا دي معمودية التوبة فقط، لكن لازم ن ن ن ن يعني نتعمد أو ن ن ن ناخد الروح القدس. فبولس الرسول وضع الأيدي عليهم وقبل الروح القدس، يقول لنا الإنجيل إن هم لما سمعوا اعتمدوا باسم رب يسوع، وضع بولس الرسول يديه عليهم، فحل الروح القدس عليهم وبدأوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. القديس بولس الرسول في المعتاد برضو ان هو بيبتدي يخدم دايما في مجامع اليهود، بدأ شوية يخدم في مجامع اليهود لغاية لما لقى رفض كتير من اليهود. طبعا في كتير امنه، بس ان جنرال كان في رفض، زي ما بنقرأ في اصحاح 19 يقول في آية 8، اقول لكم كده اوريكم الانجيل كده بسرعة، شايفين السكرين يا جماعة مش كده؟ ايوه حازم، تمام. في آية 19 كده يقول كان بيدخل المجمع ويجاهر مدة 3 أشهر محاجا بحاج اليهود، ولما لقى إن اليهود بدوا يعني يرفضوا، وهم لما كان القوم يتقسون ولا يقنعون، شاتمين الطريق أمام الجمهور،
بدأ يبتدي يروح ياخد مدرسة لإنسان اسمه تيرانس، وقعد فيها الفترة دي كلها يبتدي يبشر لليونانيين أو للأمم، وانتشر الإيمان، وكتير قوي آمنوا بالمسيح واعتمدوا، زي ما بيقولون الإنجيل كانوا بيجوا معترفين بخطاياهم ويتعمدوا ويقبلوا الروح القدس، وكانت ربنا بيصنع عظائم كتير، وكان زي ما بنشوف هنا هكذا كانت كلمة الرب تنمو، هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. وكان يقول لنا برضو ان كان بيجيبوا حتى اللفايف اللي كانت على بولس الرسول او الخرق اللي كانت عليه، لان هو كان عنده شوكة في الجسد زي ما احنا كنا عارفين، وكانت بتصنع معجزات وكانت بتصنع عظائم، وكان الايمان بيزداد. سمعنا كمان في اصحاح 19 ان في اخر الاصحاح حصل شغب كبير بسبب أرتميس اللي هي الإلهة الوثنية اللي كان العبادة بالإلهة أرتميس دي منتشرة جدا في كل مكان وبالأخص في أفسس. فظهر واحد اسمه ديمتريوس، ودي نقراها نلاقيها موجودة في آية كام؟ أي 24، إنسان اسمه ديمتريوس صانع صائغ وصانع هياكل فضة لأرتميس، وبدأ يتكلم مع الناس يقول لهم إن بولس الرسول ده هيبتدي يأثر على صناعة الحاجات اللي إحنا بنعملها لأرتميس وصناعة الهياكل والعبادة بتاعت أرتميس، وعظيمة هي أرتميس. وبدأ الناس كلها تبتدي تهيج على بولس الرسول وعلى الكرازة باسم المسيح، وبدوا يتجمعوا في أماكن مكان كبير جدا كده، وبدوا يصرخوا يقولوا عظيمة هي أرتميس الأفسسيين، وحصل شغب، وكانوا عايزين يبتدوا يعني يحصل شغب كبير، وبولس حتى كان عايز يدخل بين الشعب عشان يهديهم، ولكن التلاميذ بتوع بولس قالوا له لأ أنت ما تدخلش، واعتزل من بينهم. وفي الآخر الكاتب اللي هو تبع يعني الوالي أو الحكومة في ذلك الوقت، يعني هو اللي هدأ الجمع وقال لهم إن إحنا لو كان في دول عملوا أي حاجة فإحنا لازم يقضى في محفل شرعي. دي كانت نهاية الإصحاح 19، ولكن إحنا ما نقدرش إن إحنا نسيب الفتنة دي تحصل، لأن أنا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. ولما قال كده فضل إيه؟ فضل المجمع. ده اللي إحنا فيه وقفنا عند الإصحاح، نهاية الإصحاح 19 الأسبوع اللي فات. تبتدي النهاردة إصحاح 20، كل ده الكلام ده حصل في إيه؟ في مدينة أفسس، بعد ما قضى بولس الرسول 3 سنين في مدينة أفسس. ندخل بعد كده على إيه؟ على إصحاح 20، يقول وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونيا. طبعا بعد الشغب اللي حصل ده كله ما كانش ينفع لبولس الرسول يفضل في مدينة أفسس، ففكر إن هو يطلع يروح لمكدونيا اللي هي الجزء في اليونان، مقاطعة اليونان اللي هو زاره قبل كده في رحلته الثانية، لما بدأ بفيليبي وتسالونيكي وبيريا، الجزء اللي هنشوفه دلوقتي على الخريطة. ففكر ان هو يطلع من أفسس وينتقل الى مقاطعة مكدونيا اللي هي في اليونان، ويفتقد الكنائس اللي زارها قبل كده في رحلته الثانية، وكان مرتب في باله او في ذهنه ان هو بعد ما يفتقد الكنائس يروح بعد كده يحضر عيد الفصح في أورشليم. فنشوف كده الخريطة، بيقول لنا ان هو هنا وصل هو أفسس، وطلع من أفسس نتيجة للشغب، وهيبتدي يروح بعد كده لأفسس. نشوف الخريطة اللي جاية بخط سيره ازاي. أو هنا واقفين الخط الأحمر ده عند أفسس، راح بعد ما طلع من أفسس نتيجة للشغب اللي حصل، راح اتنقل، هنشوف بيعدي كده لغاية لما وصل أهو السهم، راح وصل دخل من مشي في الـ في الـ في الـ في البحر كده، وصل الأول لغاية الجزء بتاع مكدونيا اللي هو اللي فوق ده اللي هو تسالونيكي.
مشي وصل لغايه يعني دخل تسالونيكي، بدا يفتقد الكنائس في تسالونيكي وبيريا، ونزل تحت لغايه لما وصل لكورنثوس. وكان مرتب بعد كده ان هو من كورنثوس هنا بعد ما وصل في الجزء اللي في الاخر اللي تحت ده، هنا في الجزء الجنوبي من مقاطعه مقدونيا او اخائيه، كان مرتب ان هو يطلع من البحر ويروح ياخد سفينه ويروح لغايه اورشليم. ده كان ترتيب ايه؟ ترتيب او البلان يعني بتاع بولس الرسول. فنكمل في الانجيل، يقول لنا ايه؟ يقول ان هو خرج ليذهب الى مقدونيا، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس. هلاس دي اللي هي زي او اللي هي الجزء ما بين اللي هو برضو الجزء الاصفر اللي هو اليونان، الجزء المتوسط ما بين الشمال اللي هو فيليبي وتسالونيكي، والجزء الجنوبي اللي هو في كورنثوس. بعد ما اجتاز في كل الكلام ده ونزل تحت وصل كورنثوس، صرف 3 أشهر، وكان زي ما بنقول مرتب ان هو في الوقت ده يطلع على اورشليم. ولكن تلاميذ بولس الرسول وبولس الرسول عرفوا، طبعا كان هيطلع عن طريق البحر، ياخد مركب في البحر ويوصل بيها لغايه ايه؟ في اتجاهه لاورشليم. يقول حصلت مكيده من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا. يعني كانت الرحله الثالثه هتنتهي ان هو بعد ما وصل في الجزء الجنوبي ده اللي احنا شايفينه، وكان هيطلع على اورشليم، كانت رحلته هتنتهي عند كده. ولكن حصلت، سمع بان في مكيده مرتبه لي، تلاميذه عرفوا، وهو عارف ان اليهود بيحضروا له مكيده ان هو لما يركب المركب، وكانت المراكب في الوقت ده اللي متجهه الى اورشليم كلها كانت بتبقى مليانه من الحجاج اليهود اللي رايحين عشان يحضروا الفصح. وهو بولس الرسول نفسه كان بلاني ان هو يروح يحضر الفصح في اورشليم، لان بتبقى اورشليم مليانه ويقدر هو ينتهز الفرصه دي، وان هو يقعد حتى للـ50 وينتهز الفرصه دي في الكرازه. كان السفن بتبقى مليانه من الحجاج اليهود اللي رايحين، واليهود حضروا له مكيده ان هم يتخلصوا من بولس الرسول في خلال رحلتهم في البحر، يا اما يعني يتخلصوا منه او يموتوه يعني، او على الاقل يمسكوه وياخدوه اورشليم ان هو يحاكم بان هو مجدف على الناموس وضد العباده اليهوديه وضد الناموس وضد موسى والانبياء. التلاميذ عرفوا ان في مكيده مجهزه ضده، وتلاميذه عرفوا كده فقالوا له ان انت ما ينفعش تسافر. فاستقر الراي ان هو بدل ما يسافر عن طريق البحر هيرجع تاني فوق ويرجع عن طريق البر، ياخد طريق بري كلها مراكب صغيره من مينا لمينا كده، مش هتخش جوه في البحر يعني، لغايه لما يخش يتنقل من اليونان لاسيا الصغرى تاني ويطلع عن طريق البر لغايه لما يوصل باك لسوريا. ده كان تعديل الخطه. وبعد ما كان ناوي ان هو يحضر عيد الفصح في اورشليم، عدل البلان ده برضو، وقال ان هو خلاص هيقضي برضو جزء في الوقت ده على ما يعدي في الطريق البري ويوصل لغايه سوريا، هيوصل يوصل بعد كده لاورشليم على ايه؟ على عيد الـ50. فنقرا كده في ايه 3، صرف 3 أشهر اذ حصلت مكيده من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا، صار رايي ان يرجع على طريق مقدونيا. فرافقه الى اسيا سوباتروس البيري ومن اهل تسالونيكي ارستارخوس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس. نلاقي ان كان بولس الرسول كل ما يروح مكان ويبقى له تلاميذ وكرازة تنتشر وكنيسة تتأسس ويبتدي الإيمان يزيد، كان دايما يجمع زي ما احنا عارفين قبل كده حصل في فيليبي وفي أماكن كتيرة، كان دايما يجمع، وبالأخص لما يبقى رايح على أورشليم عارف ان هو هيروح أورشليم، كان يجمع تبرعات ياخدها معاه لكنيسة أورشليم. وكان من تلاميذه اللي التلميذه عليه من كل مكان كانوا يروحوا معاه عشان يقدموا التبرعات دي من كنايسهم أو من أماكنهم لأورشليم. فنلاقي اتجمع معاه وهو ماشي كده بعد ما وصل لمقدونيا، يقولوا رافقه الى اسيا سوباتروس البيري. البيري ده يعني من المدينه بتاعت بيريا، برضو بيريا دي في شمال اليونان، ومن اهل تسالونيكي ارستارخوس وسكوندوس وغايوس الدربي اللي هو من دربا، لو تفتكروا دربا وليسترا الجزء اللي كان بشره قبل كده برضو في اسيا الصغرى، وتيموثاوس، تيموثاوس ده اللي هو من ليسترا،
ومن أهل آسيا إيخيكس وتروفيموس. السبعة دول بدوا يتحركوا معاه على أساس إن هم يمشوا معاه في طريق العودة وياخد يجوين هم يعني لغاية لما يوصل بعد كده لإيه لسوريا في الآخر عن طريق الطريق البري اللي كنا بنقول. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس. يبقى لو بصينا تاني مرة للخريطة، أنا هرجع شوية علشان الحاجات اللي علمناها دي. يبقى قلنا وصل هو لكورنثوس وكان ناوي يمشي لأورشليم، ولكن عدل الخطة وبدأ طلع فوق تاني، عشان كده شايفين السهم الأحمر ده طلع فوق تاني، وصل لغاية فيليبي، ومن فيليبي راح أخد مركب صغيرة لغاية إيه لغاية ترواس. هم برضو أخدوا كل الجروب اللي كانوا معاه، السبعة اللي كانوا معاه اللي لسه قارين أسمائهم دلوقتي، أخدوا برضو المركب وراحوا لإيه وراحوا لغاية ترواس. يبقى وصل لفوق فيليبي ونقل ترواس. وصلنا لترواس، لو تفتكروا ترواس دي اللي برضو مكان زارها قبل كده في بداية رحلته التانية. حد فاكر حصل إيه في ترواس؟ حصل حادثة كده مشهورة في ترواس، لو حد فاكر. ترواس كان وصلها في بداية زي ما بنقول رحلته التانية، ودي اللي ظهرت له رؤية من واحد مكدوني بيقول له، لأن هو كان في خطته أنه هو يبتدي يطلع فوق أو ينزل تحت أو يتغول أكتر في يخدم أكتر في آسيا الصغرى، ولكن في ترواز دي لما ظهرت له الرؤية واحد مكدوني بيقول له أعبر إلينا وإيه وأعنا. عشان كده لما وصل ترواز آخر مرة طلع منها قلنا في بداية رحلته التانية على فيليبي. فهو دلوقتي رجع بقى مشي من فيليبي أو ركب يعني المركب من فيليبي وصل لغاية إيه لغاية ترواز. في ترواس يقول آية 6، هؤلاء سبق أو آية 5، هؤلاء سبق وانتظرونا في ترواس، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي. وصل لفيليبي الأول وقعد فيليبي لغاية لما عيد الـ يعني قبل وقت الفصح، وبعد كده طلع من فيليبي ووفيناهم في 5 أيام إلى ترواس حيث صرفنا 7 أيام، وقعد في المكان اللي فيه بقية الجروب اللي كانوا معاه ويبشر في حتة بتاعت إيه ترواس. حصلت حادثة مشهورة قوي بتتقرأ كتير علينا، إقامة أستيخوس. ويقول في أول الأسبوع إذ كان التلاميذ، أول الأسبوع اللي هو يوم الحد، لما كل المؤمنين والتلاميذ اللي في ترواس سمعوا إن بولس الرسول موجود اتجمعوا كلهم على اساس انه يوم السبت يعني في اول اسبوع اللي هو ليله الحد، يعني زي كده زي كانها اجتماع صلاه عشيه واغابي يتجمعوا ويتلمذوا او يديهم بولس الرسول يديهم كلمه وينهوا الاجتماع ده في الفجر بايه بقداس. فيقول وفي اول اسبوع اذ كان التلاميذ مجتمعين يكسروا خبزا خاطبهم بولس وهو مزمع ان يمضي في الغد. كان خلاص دي اخر ليله معاهم وهيطلع بعد كده في تاني يوم بعد القداس يطلع علشان يكمل طريقه رحلته انه يرجع لسوريا ومنها الى اورشليم. واطال الكلام الى نصف الليل وكانت مصابيح كثيره في العليه التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقه متثقلا بنوم عميق. كانت الناس مليانه كتير مسحومه جدا بتسمع تعليم بولس الرسول، وبولس الرسول زي ما بنقول زي ما بيقولون الإنجيل بيديهم تعليم أو بيعلمهم، وطول في العظة بتاعته شوية، وأفتيخوس والناس كانت مزدحمة، وأفتيخوس ده كان متثقلا بالنوم، وزي ما هنشوف إن هو واقع وإيه ومال. إذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا، فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. فدي معجزة حصلت، ويمكن بولس الرسول
يعني ما حبش اني في يوم حد، يوم رمز القيامة ويوم الاحتفال بقيامة المسيح وباجتماع المؤمنين كده، اني يعني يكونوا تحصل حاجة تزعلهم او تتعبهم في تذكار، زي ما بنقول تذكار القيامة. ف بعد العظة لما عرف ان هو وقع نزل وحصلت المعجزة اللي احنا عارفينها دي، وطلعوا بعد كده كسر الخبز، يعني خلص الأوجاع، كمل عمل القداس وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليل. بعد كده هيتنقل من ترواس وينزل تحت إلى ميليتس، ودي هنا هتبقى حاجة مشهورة قوي برضو، بتتقرأ علينا في كنيسة كتير. أهي ترواس أهو، نزل من ترواس وصل لغاية ميليتس. أهي ميليتس، فنشوف الخطوة الجاية. أهو نزل من ترواس وصل لميليتس. ميليتس أقرب حاجة لإيه؟ لأفسس. تحت، هي تحت أفسس على طول، وهو برضو ما حبش إن هو يدخل أفسس تاني في الوقت ده، لأني برضو بسبب أو يعني ما كانش عايز يسبب أي شغب أكتر للمؤمنين هناك أو التلاميذ. وفي نفس الوقت هو كان عارف إن هو لو دخل أفسس يمكن يعني يحتاج إن هو يسبند وقت أكتر في المكان ده. هو كان عايز يطلع بسرعة بحيث إنه يلحق، زي ما بنقول، يحضر العيد الخمسين في أورشليم. فكان لسه هياخد الطريق البري ده من ميليتس لغاية سوريا، وبعد كده ينزل على إيه؟ على أورشليم. في ميليتس، لما وصل ميليتس بعت لكل الأساقفة وكل الكهنة اللي كانوا في أفسس، زي ما أقول هو كان سبنت قبل كده 3 سنين في أفسس، وتكونت عدد كبير قوي من التلاميذ وأساقفة عشان يهتموا بالتلاميذ اللي في أفسس. فبعت لهم إن هم ييجوا ويقابلهم، وهو كان حاسس برضو إن دي يمكن آخر مرة هيشوفوه فيهم أو هيشوفهم فيه، لأني هو عارف بالروح إني لو لما هيروح أورشليم هتبقى دي يعني إيه، تعتبر نهاية خدمته، لأنه هو كان بيقول كده دايما إني يعني علم بالروح إني شدائد وثقا كانت إيه، كانت تنتظرني. فحب ان هو تبقى ده اخر اجتماع ليه مع التلاميذ بتوعه او الاساقفه اللي في افسس. يقول بعد ما نكمل الجزء اللي هو بعد افتيخوس هنا من ترواس الى ميليتس، اما نحن فسبقنا الى السفينه واقلعنا الى اسوس مزمعين ان ناخذ بولس من هناك، لان دي كل الاجزاء اللي عدوا عليها وهم نازلين من ترواس لميليتس. مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وفانا إلى آسوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس. كلها مواني صغيرة قوي في الطريق ما بين ترواس وميليتس. وأقمنا في تروجليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتس، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم الخمسين. نبص مرة على الخريطة، آدي ترواس نزل، آدي الأجزاء كلها اللي عدوا عليها آسوس، أهي آسوس، وبعد كده ميتيليني، وبعد كده خيوس، وبعد كده ساموس، وبعد كده تروجليون او تروجليوم، وادي ميليتس لغايه لما وصل لميليتس. كل الاسماء دي موجوده، احيانا الاسماء يعني بتبقى كتيره شويه وبنتلخبط في الاسماء، ولكن يعني هي كلها زي ما بنقول مواني صغيره بيعدي عليها في الطريق لغايه لما وصل لميليتس. وفي ميليتس دي زي ما بنقول الخطاب او العظه الجميله اللي هيقولها لهم، اللي هنقراها دلوقتي مع بعض. بولس هنا مكتوبه، هو حتى بولس يودع كنيسة أفسس، زي ما بنقول هو كان حاسس إني دي آخر مرة هيشوف إيه، هيشوف فيها التلاميذ أو الأساقفة الولاد اللي هو إيه اللي كانوا في أفسس أو في ميليتس، اللي لما قوله في ميليتس. الجزء ده من أجمل الأجزاء
اللي بتتكرر كمان حتى كتير في قراءات الكنيسة، دايما تلاقوها بتتكرر دايما طبعا في الإبراكسيس في سفر أعمال الرسل، وبتيجي دايما معاها قراية الإنجيل من يوحنا 10 اللي هو إنجيل الراعي الصالح. دايما لما يكون في السنكسار نياحة أسقف أو بطرك، دايما تبقى قراية الإنجيل من يوحنا 10 اللي بتتكلم عن الراعي الصالح، أنا هو الراعي الصالح. وتلاقوا دايما قراية الإبراكسيس الجزء العظة ده اللي بولس هيقوله للأساقفة بتوع إيه، بتوع أفسس لما قابلوه في إيه، في ميليتس. هيقول لهم كده، هنقراه طبعا، هقراه كله كده مع بعض، وبعد كده ممكن نقول يعني طبعا هو ده محتاج وقت كتير قوي إن إحنا نتكلم في آية آية، لأنه جميل، بس هو سهل خالص ومعزي جدا، وهنقول عليه كده يعني شوية نقط، ولكن مش هنطول فيه قوي، لكن لأن هو زي ما بقول لكم هو سهل خالص وجميل، يعني هتلاقوا إن إحنا بنسمعه كتير. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت. قال لهم: أنتم عارفين من يوم ما أنا بديت الخدمة في المكان هنا في آسيا كنت بخدم بكل تواضع ودموع كثيرة، وكانت يعني قابلتني تجارب كثيرة حتى من المكايد من اليهود ومن الأمم، غير اليهود، من اليهود ومن غير اليهود، وبرغم كده أنا لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيداً بالروح. شوفوا قد إيه يعني رغم إني بتجيله علامات كتيرة جداً، سواء من تلاميذ، سواء من كل مكان يروحه، زي ما هنشوف بعد كده برضو حتى في الإصحاح الجاي، كان كل ما يقول إن هو هيروح أورشليم كانوا يطلعوا له، تطلع علامات إن هو يقول له: لا ما تروحش أورشليم لأني في مكيدة مدبرة ضدك، أو وهو كان حاسس. ولكن قد ايه توري احساس بولس الرسول ان هو زي ما كان بيقول قبل كده يعني، او في رسائله الثانيه يعني، ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع ايه، مع المسيح. هو نفسه ان هو ينطلق ويكون مع المسيح، دي شهوته. وزي ما بيقول يعني: ولا ان كان وان كنت يعني لو الزم في الجسد من اجلكم، فيعني دي تبقى اراده ربنا، ولكن هو شهوه قلبه من جوه ان هو يستشهد أو على اسم المسيح، أو ينطلق ويكون مع المسيح، ده كأفضل جدا زي ما بيقول. فبرغم كده كان مصمم أن هو يروح أورشليم. يقول كده: والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائدا تنتظرني. يعني أنا كنت عارف، أو أنا عارف إن أنا لما أروح أورشليم هلاقي برضو وثقا وشدائد إيه تنتظرني، ولكنني، هنا بيكرر هو، لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. يعني بيقول لهم برغم إن أنا عارف إن هيكون في اضطهادات ووثق وشدائد تنتظرني لما أروح أورشليم، ولكني أنا مش خايف على نفسي، ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح. شوفوا قد إيه فرحه إن هو يقدم شهادة للمسيح، وفرح إن هو يتمم الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، يعني أنا عارف إن دي هتكون آخر مرة إيه تشوفوني فيها، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم. هبتدي هنا يديهم الوصية، عشان كده بنقول الخطاب ده أو العظة دي من أجمل المقاطع اللي الواحد يستفيد بيها، كلنا نستفيد بيها، تبقى مفيدة لينا كخدام في الخدمة،
وفي الرعاية، يعني دي تعتبر دستور، ده الكنيسة بتسميه كده دستور الرعاية في الكنيسة، دستور الرعاية. عشان كده دايما زي ما بنقول بيتقرا مع إنجيل الراعي الصالح، دستور المنهج للخدمة لكل خادم، منهج لكل واحد مسؤول عن رعية. حتى لو كنت أنا أب في بيتي أو أم في بيتي مسؤول عن ولادي، بيدينا منهج قد إيه تكون مسؤولية الراعي، أو إيه هي طبيعة مسؤولية الراعي. آية 26 يقول: لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. يعني أنا عمري ما، يعني أمام ربنا لم أؤخر أن أخبركم بمشورة ربنا. مفيش حاجة أخدتها من ربنا وما كنتش إيه، ما كنتش بأخبركم بيها. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وهنا يعني يوري قد إيه أن دعوة الرعاة كده أو الخدام أقامكم، اللي بيقيمهم مين؟ الروح القدس. وأن كنيسة ربنا دي ربنا غالية جدا على ربنا، لأن هو اقتناها بدمه، دفع فيها ثمن غالي اللي هو دمه. لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. بيحذرهم إن هم يتمسكوا بالتعليم الصحيح اللي استلموه منه، وإني هيجي في وقت هيقوم رجال ينادوا بحاجات تانية غير اللي هم تعلموها وغير اللي استلموها، بأمور ملتوية يكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين، 3 سنين اللي هو قعدهم في أفسس، اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا. شوفوا قد إيه الخادم اللي بيفني يعني نفسه في خدمة أو رعاية الخراف اللي ربنا أتمنوا عليهم. 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. كل واحد يعني مفيش واحد ما كنتش بأذكره وبدموع. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. عمر ما كان لي أي غرض في الخدمة أن أنا أخذ أي حاجة أو منفعة لنفسي. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. عارفين ان احنا بولس الرسول في وسط خدمته كان بيشتغل بايديه عشان ينفق على ايه؟ على خدمته، وينفق على اللي معاه. عشان كده كنا زي ما عرفنا قبل كده ان هو كان بيشتغل مع اكيلا وبريسكيلا في صناعه الايه؟ صناعه الخيام. فكان يشتغل لكي ايه؟ ينفق على خدمته وخدمه اللي معاه. حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء اريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يعني كنت دايما رغم أن الآية دي كمان من الآيات الجميلة اللي هي من أقوال رب المجد يسوع، رغم أن هي مش مكتوبة في الأربع أناجيل، ولكن يقال كده أن هي دي كانت موجودة في التقليد، واني كانت متداوله جدا في وسط الرسل ان هي قول من اقوال ربنا يسوع: مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. فهو بيقول لهم انا كنت في كل شيء اريتكم هكذا ينبغي انكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال: مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. طبعا عظة مؤثرة جدا، لأن هم عرفوا أو هو قال لهم أن دي هتبقى آخر مرة، أو أنا حاسس أن دي هتبقى آخر مرة يشوفوا وجهه، لأني وثقا وشدائدا إيه تنتظرني.
دستور، زي ما بنقول كده، دستور الخدمة. كلمهم عن أمانته في الخدمة، أمانته في الخدمة. وده درس لينا كلنا، يا ريت كده يعني لما النهارده كده او في اي وقت خلال الاسبوع ده تقروا الجزء ده تاني. يكلمهم عن امانته في الخدمه، ان هو لم يؤخر شيء من الفوائد الا واخبرهم به. عمر برغم كل الاضطهادات اللي كانوا بيتعرض لها، كان ممكن بسهوله قوي يعني ما يهتمش ان هو يواجه اليهود بالحاجات اللي بتضايقهم، ولكن هو ما كانش بيخبي اي حاجه، او كان يعني دايما ايه صريح جدا في مواجهته حتى لليهود. نلاقي اسلوب في عايز دي، تلاقي اسلوب بولس الرسول في الخدمه، ان هو كان دايما بدموع وصلوات يقول انذر كل واحد، ما كانش يطلب اجر، ما كانش يخاف من الضيقات، يعني قد ايه يحتمل الضيقات من اليهود ومن غير اليهود. حاسس ان ربنا ائتمنه زي قرايه النهارده كده في القداس، يقول ان المسيح حسبني امين. يعني احنا دايما الخدمه بالنسبه لنا احيانا تبقى يعني ايه، يعني الواحد لو عنده وقت، الواحد ما بتبقاش، وانا اقولكم يعني احيانا ما بحطهاش برايوريتي. انما بولس يقول كده، ده انا ربنا حسبني امين اذ دعاني للخدمه. يقول كده تفاضلت نعمه ربنا جدا لانه حسبني امين ودعاني للخدمه. الخدمه دي ربنا لما بيدعي كل واحد مننا للخدمه تبقى دي يعني نعمه كبيره جدا ربنا حاططها مديها لنا. فبولس الرسول كان حاسس قد ايه بعظم النعمه دي، وان هو ما كانش عمره يعني يقول كده دايما لازم اتمم خدمتي. شوفوا الايه بتاعت ايه 24 يقول ايه، لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع. خدمته فيها فرح رغم ان فيها تعب، ولكن فيها ايه، فيها فرح. نشوف قد ايه تسليمه رغم ان هو عارف اني وثقا وشدائد تنتظره في أورشليم، ولكن شهوته ان هو يستشهد على اسم المسيح هي اللي كانت دايما بتدفعه ان هو يرجع تاني لايه، لأورشليم، او يروح لأورشليم. عايزة جميله جدا زي ما بقول لكم، يا ريت تقروها مره واثنين، هي زي ما بقول لكم بتتكرر علينا كتير، وانا متاكد احنا سمعناها كتير، بس فيها نقط جميله خالص، يا ريت نقراها كده بهدوء بعد يعني من نخلص ونطلع كده حاجات يعني لينا كل واحد. دي كانت عظته في ايه، في ميليتس ولا التمثيليات، ولا ماليش دعوه بالموضوع، كان لازم يجي يحضر التمثيليه دي. وفي مره قال لهم كده، قال لهم دي التمثيليه الوحيده اللي ليها يعني، ما كناش يعني بنهزر او بنعمل تمثيليه، كنا بنقدم رسالة. يعني كنا نقعد مع بعض من يناير، التمثيلية بقى ثانية واحدة يا جماعة، خليكم معايا معلش، عندنا مسج عايزين نقدمها للشعب، مسج دي هتبقى السنة دي عن كذا، هتبقى السنة دي. ثانية واحدة يا جماعة معلش، نيجي نقعد نقسم الموضوع ونقسمه ونجهز الكلام لغاية شهر 6 ولا 7، وتبتدي بقى البروفات الشهرين الأخرين. معايا يا جماعة؟ سوري. نكمل كده، خلصنا الإصحاح 20. أنا حابب أن أنا أكمل معاكم كمان شوية آيات من إصحاح 21، عشان هي يعني داخلة في نفس الموضوع. أوريكم بسرعة على الخريطة كده، إحنا وصلنا لغاية ميليتس، وصلنا لغاية ميليتس تحت أهو. في ميليتس قابل كل الأساقفة والتلاميذ وقال لهم الدستور الرعاية اللي احنا بنتكلم عليه، وهيطلع بعد كده من ميليتس، هنشوف هينزل، هياخد بقى المركب اهو، طلع من ميليتس هنا اخد المركب ومشي في البحر لغاية لما هيوصل لغاية ايه،
صيدون صيدا. نكمل إصحاح 21. انفصلنا عنهم، أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة وسافرنا إلى سوريا. رجع عن طريق وصلنا كده في الآخر لغاية ما وصل لإيه؟ لسوريا أهو. من ميليتس طلع لهيكوس، وبعد كده الجزء ده اللي هو هرهوركم مرة كمان. في اليوم التالي إلى رودس، أدي من أدي كوسها، وبعد كده رودس اللي هي دي رودس، ومن هناك إلى باترا، هي باترا اللي فوق دي. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص، نزل أدي قبرص أهو، نزل في البحر هنا، وتركناها يسرة وسافرنا إلى سوريا وأقبلنا إلى سور. وصلنا لغاية لما وصل لسور. نكمل. وأقبلنا إلى سور لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها أو وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. نفس الرسالة اللي بكل ما بيروح مكان يقابلها بيقولوا له اوعى تروح ايه، اوعى تروح اورشليم. وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم. ولكن ايه 5، ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينة. فجتونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. يبقى هيبتدي يروح رحلته، يتجه برحلته إلى إيه؟ إلى أورشليم. وصل سوريا اللي هي اللي فيها اللي دايما كان بيبتدي رحلته منها، دلوقتي وصل لها عن طريق البر زي ما قلنا، ودلوقتي هيطلع على إيه؟ على أورشليم. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية. هنا كان القديس لوقا برضو معاهم، هو القديس لوقا قبله من أول لما كان في إيه في شمال اليونان، يعني في الجزء بتاع فيليبي وكده. عشان كده تلاقوا إن دايما ال طريقة الحديث اتغيرت من خرجوا وراحوا إلى خرجنا وسلمنا، لأن القديس لوقا اللي هو كاتب سفر أعمال الرسل انضم ليهم في الرحلة من الجزء الأخير ده، من ساعة لما طلعوا من إيه من فيليبي لترواس. يقول سلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية. فدخلنا بيت فيلبس المبشر. فيلبس المبشر ده اللي هو كان واحد من السبع شمامسة اللي اترسموا أو رسموهم الرسل عشان كلمة الموائد. وفيلبس ده برضو لو نفتكر قصة انه لما بشر وزير كنداكة بتاعت الحبشة، لما قابل الوزير بتاع كنداكة في مركبته وهو بيقرأ سفر أشعية، وقال له انت فاهم ولا مش فاهم، وبدأ يشرح له وبشره، وفي الآخر ايه عمده. هو ده فيلبس احد السبع شمامسة اللي كانوا موجودين. فلما وصل قيصرية بولس دخلنا بيت فيلبس المبشر، إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. كان لفيلبس 4 بنات عذارى وكنا يتنبأنا، يعني كانوا بي بي يعني بي بيتكلموا بالروح يعني، أو يعني بيعلموا بتعليم المسيح. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. رؤية تانية أو نبوة تانية عن طريق واحد اسمه أغابوس، نبي من الأنبياء،
راح لما كان بولس الرسول وهو قبل ما يطلع على أورشليم على طول. أوريكم الخريطة. لما وصلنا هنا لصيدا، نزل من صيدا لبتولمايس وبعد كده قيصرية. قيصرية دي كان فيها بيت فيلبس المبشر، دخلوا عند فيلبس المبشر، وعند فيلبس المبشر جالهم نبي اسمه أغابوس وبيقول لهم مسك منطقة بولس اللي كان بيتنطق بيها كده، وقال الرجل الذي له هذه المنطقة ده اللي هيوثق كده في ايه، في أورشليم. أغابوس يقول في آية 10، وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة ان حضر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، جاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة، هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. زي ما بنقول نفس المسج تاني، وبدأ الناس يتحايلوا على بولس إن هو ما يروحش إيه أورشليم، ولكن بولس رد وهو اللي بيكرره دايما، فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم، طلبوا منه إن هو ما يروحش أورشليم. ويجي رد بولس زي ما بنقول كل مرة أجاب بولس، يقول جميل قوي القول أو رد بولس، يعني يقول ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. يعني أنا مش مستعد بس أني أربط، ده أنا مستعد، أنا ريدي أن أنا حتى أموت لأجل اسم الرب إيه؟ رب يسوع. وحلو قوي حتة يعني بيعلمهم كده، يقول لهم انتوا كده ليه بتبكوا وتكسروا قلبي؟ ده انا شهوة قلبي ان انا اروح وايه واقدم او استشهد على اسم يسوع. شهوة فعلا ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع ايه، مع المسيح، ذاك افضل جدا، دي كانت شهوته. رغم اني زي ما بنقول كل شوية تجيله مسج، كل شوية تجيله نبوة، كل شوية تجيله إعلان إنه ما يروحش، ولكن هو مقاد بالروح، ورغم إن هو هيروح أورشليم وتبقى دي يعني الرحلة بتاعت الاستشهاد بولس دي لسه هتاخد لها سنين طويلة قوي، لسه هيروح روما وهيقعد كذا سنة في سجن الأولاني ويكتب رسائل كتيرة، ويعني ما كانش هيستشهد على طول، وكانت يمكن برضو فترة خدمته في فترة السجن دي تعتبر فترة زي ما هو قال في فيليبي أو رسالته في فيليبي إني أو رسائل أست إن جنرال، يعني إني أمور سجنه دي قالت إلى تقدم الخدمة كمان أكتر وأكتر، إن إلا إني يوري قد إيه شهوته من جوه قلبه إن هو يقدم أو يستشهد أو يموت من أجل المسيح، رغم ان ما كانش هيموت على طول، لسه هيقعد شويه فتره طويله برضو للخدمه، ولكن دي يورينا قد ايه قلب بولس الرسول اللي مليان من 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 شهوته ان هو يموت على اسم المسيح. ولما لم يقنع سكتنا قائلين، قعدوا يتحايلوا عليه وهو ما اقتنعش، ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئه الرب. وبعد تلك الايام تاهبنا وصعدنا الى اورشليم. انا هقف هنا عند الايه ايه 15، ودي كانت تعتبر نهاية رحلته التالتة. زي ما قلنا كانت رحلاته كلها بتبتدي من أنطاكيا وترجع لأنطاكيا، دي يعني انتهت بأن هو وصل لسوريا وقيصرية وما رجعش بقى يعني لأنطاكيا، وإنما طلع منها على إيه، على أورشليم. ودي كانت نهاية رحلته التالتة. وبعد كده هتبتدي الرحلة اللي تعتبر يعني رحلته الرابعة اللي هي رحلة الاستشهاد اللي هي إيه، اللي هي أورشليم. يبقى احنا وقفنا كده النهاردة على إصحاح 21 آية 15، نبتدي مرة جاية إن شاء الله من آية 16. حد عنده أي أسئلة يا جماعة؟ شكرا يا أستاذ حازم، ربنا يخليك لينا، حاجات جميلة قوي. شكرا. أنا نوال مش أمال. طنط نوال، سوري. شكرا شكرا. طيب. معلومات طيب. جميلة طيب. ربنا يعوضك. طيب. ميرسي خالص. احنا سلام. أبانا الذي. اللهم اجعلنا مستقيم كل الشكر أبانا الذي في السماوات. في السماوات. في السماوات. في السماوات. في السماوات.
اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لنا في تجربه لكن من الشرير في المسيح صارت لان لك الملك والقوه والملك الى الابد.